أهلا بكم مشاهدينا. الصحفي المغربي حميد المهداوي يلخص تفاعل الشعب المغربي مع خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. المهداوي أكد بأن المغربيين دائما يتابعون وبشغف خطاب الرئيس تبون ما دام الملك محمد السادس في 25 سنة حكم، لم يطل عليهم نصف دقيقة مع الإعلام المغربي ليتكلم عن آلاف المشاكل والانشغالات التي تخص المواطن البسيط بارتجالية ودون ورقة. واختتم كلمته بعبارة عوضنا الله خيرا بجيراننا. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.